رجعنا مع حضراتكم تاني وندي ان شاء الله مساحه لاحمد كمان نتكلم، عايزين نسمعه، عايزين نشوف طموحاته ايه، عايزين نشوف كمان الكاركتر والشخصيه اللي اتكلم عليها كابتن طارق ان شاء الله تكون موجوده فيك يا احمد. هاخد من الجزئيه الاخيره جزئيه الكاركتر، الشخصيه اللي اتكلم عليها الكابتن طارق، ودي شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لاعب النادي الاهلي اللي اعتقد اكيد ان شاء الله تكون موجوده فيك، وازاي شايف الفتره اللي جايه. وكمان سريعا المنتخبات ليها دور كبير جدا طبعا. عندك شخصية دولية كمان تكون عند حارس المرمى. الحمد لله كابتن، انا يعني كتير قوي بسمع فعلا لعيب نادي الاهلي ليه شخصيه معينه، ما حسيتش فيها صعوبات كتير. انا الحمد لله متربي جوه النادي، يعني انا من وانا عندي 10 سنين او 9 سنين وانا في النادي، وانا من كباتن الفرقه، يعني مصطفى الكابتن الاول وانا الثاني على طول. فانا يعني من وانا صغير الحمد لله الليدر يعتبر بتاع الفرقه كلها، يعني يعتبر نموذج، يعني اي حاجه بتحصل فمن وانا صغير الحمد لله شايل المسؤوليه دي. حتى كمان لما انا يعني طلعت الفريق الاول نفس الكلام اللي كان بيتقال لنا تحت، كباتن الفرقه كابتن حسام غالي وكابتن عماد وكابتن شريف بيطبقوا نفس الكلام اللي احنا اتربينا عليه، او لا يعني لو واحد هي منظومه اللي هتلاقيه بيتقال تحت هو اللي بيتقال فوق يعني. بالظبط. فحتى كمان لما انا كنت رحت المنتخب، كنت في المنتخب كان من الكباتن بتوع المنتخب. انا تحت كام رحت المنتخب؟ رحت المنتخب كان كابتن عمرو ادر اللي ماسكنا، كنا ساعتها تحت 17. كنا كان يعني كنا ماشيين الحمد لله كويس قوي وكل حاجه كانت تمام، بس حصل لنا دروب كده لما لعبنا في اثيوبيا والجو هناك يعني جو ما فيش اكسجين تقريبا، الموضوع كان صعب وما كملناش في البطوله. بس احنا يعني منتخبنا الحمد لله رحنا يعني طلعنا من البطوله، بس يعني طلعنا بشكل كويس، ما كانش فيه كانت يعني كان في كده جهاز كويس وكان متمرن كويس وكان في عدد كويس، قعدنا فتره كبيره يعني. هي المشكله مش يعني خاصه في منتخبات الشباب والاولمبي والحاجات ديت، انك تاخد شخصيه وكمان تشيل تيشيرت مصر. أيه يعني دي كمان اول يوم ده كان في المنتخب كان فرح يعني. طبعا دخلنا الاوض بعد ما خلصنا تمرين، طبعا احنا كلنا طبعين كلنا يعني جد ومحدش بيهزر خلاص يعني خدنا على الجو شويه بعد ما طلعنا الاوض بقى عمالين نتصور بقى بالتيشيرت فطبعا الموضوع كان حلو. بس لما احس ان انا رايح من النادي كابتن الفرقه بتاعت الاهلي واروح المنتخب، لا يعني حاجه تانية. هي دي الشخصيه اللي حضرتك بتقول عليها، ان هو فعلا لا الشخصيه ان لما تربى جوه النادي الاهلي حاجه تانية، مش تقليلا من باقي الانديه خالص، بتفرق مع اللاعب قوي يا كابتن، بتفرق هين. جدا يا سهام. وده بيبان في المنتخبات كمان، يقول لك ده لعيب النادي الاهلي صح، ومر عليه ده طبعا.